بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه تيبل تنس مع الكابتن رضا سيف. النهارده برضو في الفيديو ده بيشرفني الكابتن احمد عبد المجيد، هيحدف لي طبعا كور عشان اوريكم شكل الستايل بتاع السبين التوب اللي هو التوب سبين الباك اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت للمبتدئين. انا خلاص وقفت وقفه الاستعداد، الكابتن قال لي اقف اقف ازاي وابتدي جاهز. ها الا كوتش، ها انزل اشيل وارمي، انزل اشيل وارمي، زي ما انت شايف كده الكرة لازم تعدي مهما كانت القطع تقيلة او مهما كان شكلها، انا لازم اطلعها، لاني انا لو انا قفلت المضرب بقى عملت كده ممكن تجلي او هتيجي في الشبكة زي ما انت شايف كده، تبقى عايزة سرعة جامدة جدا لو انت قافل كده. لكن انا بقول للمبتدئ اهي انزل اشيل مهما كانت الكوره فيها ايه، انا هنزل اهو اهو واطلع بيها، اهي انزل واشيل واطلع كوره، مفيش ولا كوره ممكن تغلط فيها لو انت عملت زاويه المضرب ورحت نازل شايل. طبعا في حاجة مهمة جدا برضو لازم نفهمها، ان انا بشيل على قد الشبكة مش على قد الطاولة. يعني انا لو بشيل منشل على اخر الطاولة لو المضرب فتح مني شوية الكرة تطلع مني بره، لكن لو انا منشل على الخط الابيض بتاع الشبكة اللي احنا قلنا عليه دايما ان انا دايما منشل عليها، في حالة ان انا بشيل مثلا والمضرب فتح مني شوية الكرة تنزل بعد الشبكة بحاجة بسيطة، افتتح مني اكتر هيبعد شويه، فتح مني اكتر هيبعد شويه بس مش تطلع بره. لكن لو انا منشل مثلا اخر الطاوله ممكن اهي جت على التاتش قريب، جت في التاتش قريب ممكن لو فتح مني شويه زي كده هتطلع مني بره. لكن انا مهما اكون منشل على الخط الابيض بتاع الشبكه ونزلت شلت صح وبعد ما شلت الارتفاع بتاع الشبكه وبعدين قفلت، خلاص كده انا اطمنت ان الكوره عدت الشبكه واطمنت ان الكوره ما طلعتش بره. لازم احس بارتفاع الشبكه اللي انا نزلت شلت الكوره عليه واقوم قافل، انزل اشيل واقفل، انزل اشيل واقفل، ما ينفعش اكون قافل بس وما ينفعش اشيل بس، لازم اشيل على قد ارتفاع الشبكه وبعدين اقفل عشان اجمع بين الكوره ما تجيش في الشبكه وما تطلعش بره. يا رب نكون استفدنا النهارده من الحلقه واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.